السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد من لعبة أول مرة ننزلها، لعبة بانزر، لعبة عربية. فيك هد الوضع يا طيب، خلاص والله بشرح بس وبرجع لك. اللعبة عربية، رابط تحميل في الديسكريبشن، اللعبة مجانية. المطلوب منك انك تسوي تسجيل وخلاص، تسجيل دخول عادي، كأي لعبة ثانية، تسجيل دخول. فقط لا غير. رابط تحميل في الديسكريبشن، حملوا اللعبة جربوها يمكن تعجبكم، مجانية. حطوا تحت 3 خطوط. الحين انا صار عندي نقاط المهارة 1، فيمديني اشتري الخاصية اللي ابغاها، لكن ما جمعت كثير، فيقول لي اضغط لهذا كبداية. انا الحين المستوى الثاني، فعلى طول راح تجيب مستوى على طول. فيقول هذا تمزيق المفاجئ، هجوم مكون من 4 ضربات سريعة ومتتالية. وكذا يعطيك مقطع الفيديو كيف يضرب بسرعة، يعني لو تشوفون عيده، ضربة الثانية، ثالثة، الرابعة، كأنه قاضية. فهمتوا؟ ما ادري شلون اشرح لكم، بس قاضية. اوكي. يقول اختصارات، يعلمك في بداية اللعبة وش تسوي وش تحط وش. راح ادخل الحين على اللعبة. الصورة دي اللي على اليسار والله شكله يخوف. هذا عبارة عن خشم وجه، لكن الراس ما ادري وين، مختفي. بسم الله، راح ندرب اللعبة معكم. بك في منصة التدريب. ايوه. هذا هو فريقك. ايوه. مهمة في المنتصف. اوكي، يعني لازم نسيطر على هذا المكان اللي في النص. سنحاول فريق التخلص منهم. طيب. اوه. شفت يركض ولا؟ اوه المشي على طول. اوحح. يجب الخصوم المشار اليه. اوحح. سبحوني. يا ساتر. اوه كنترول يصد. كويس. معلومة جديدة. خصوم المشار اليهم. ايوه باقي لي شوي ذا. يمكنك التواري عن بس خلصنا؟ انت تحتاج الى جرعه صحه. اوه اف 1. لحظه، فهمت الحين، فهمت. كنترول يصد، اف 1 اف 2 اف 3 في اشياء. اجلد. هاجم الخصوم. بيموت. اشار اليهم. بيموت. يمكنك يا ربودس. اوكي في واحد وراي. خلينا نشرب كل المشروبات. انا ما ادري ايش المشروب الثاني، بس اوكي حرقني الله ياخذه. في من نقاط الاراده. طيب كيف اسويها؟ من نقاط الاراده. اوه رقم 3. وانا قاعد اضرب ضرب العادي. في حال حرجة انت تحتاج الى جرعة. اوكي. والله حرقني الله ياخذه. لا. بس ذبحناه. رقم 3 هو اللي يعطي كفو. حبيبي لا تسوي اللي تسوي. تعال. تعول ادعس كنت. تعول. اجلد. يلا تعال يا اخوي انا. افا والله قهر هزيمة، والله قهر. ليه؟ طيب اذا خلصت من كل جيم راح يعطيك اغراض. اوكي مستوانا الحين 3، فكويس الحمد لله. طيب يقول هنا المهارات. اوه يمديني اشتري مهارات، كفو. طيب يقول عين الذئب يعطيك ريجن بعد ما تذبح الخصم. اوكي فقاعد الحين مثل ما تشوفون يصنع علبة حديد، هذه اتوقع انها الدرع. اوه نحطها هنا، كفو. بعدين فخلونا ندخل جيم ثاني ونشوف كيف نجلدهم بعد، لان تو خساره ابو كلب. يعني كانت بدايه اول جيم، وفوق كذا ان ما ادري ايش قاعد يصير. اوه نمط ثاني. لازم افكى وهيل. اوكي يموت. جلدته بس انا هنا. يلا باقي شوي. روح ما دمجوني. روح ثلجني الله ياخذه. روح مات. الله يا شيخ والله جلدناهم جلد. طيب هذا المنطقة حقتنا خلاص، استولينا عليها، باقي شوي نفوز. اوه ما يكفي من نقاط الإرادة. يس فوز. جلد سريع، قسم بالله جلد سريع. اللي قبل شوي قعدنا كثير. وش الضحكة ذي؟ ما هذه الضحكة؟ شوف كيف فزنا السريع بعد ما تعلمنا على اللعبة. فرابط اللعبة في الديسكريبشن، حملوها واونلاين، العبوا اونلاين. فجربوها صدقوني. انا من النوع اوكي صح انه اعلان وكل شيء، لكن جربوها، يعني اذا عندكم وقت جربوها يمكن تعجبكم، يمكن تلعبونها بين فترة وفترة. اوه يقول اضغط V لتفعيل المحادثة الصوتية. تجربة نمط جديد. نمط جديد بعد. مهمة فريقك. نخلص من ذي المنطقة نحول على منطقة ثانية. طيب ليتس جو يا حبيبي. راح نجلدهم جلد مثل ما تعلمنا ان كنترول. يا حبيبي اجلدك جلد. اجلدك ايش؟ جلد. اجلدك جلد. وجلدته. خلصت منه. لا اذبحوني. قهر. خويانا كلهم ماتوا ما بقى الا انا يا حبيبي. 4 علي. اوكي. حبيبي جلد. اجلد.
ايوه اي هذا اللي ابغاه هذا اللي ابغاه. روح 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 الحق 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 ما يروح. احتريكم احتريكم تعال 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 انت يا تعالوا. اجلود اجلود يا شيخ اجلود. اوه راح منطقه ثانيه اتوقع انها هنا. يب يب هنا قوينا. يا سلام عليكم يا شيخ تلدوم جلد. هذا واحد اوكي هذا اختفى وين راح؟ توقعت يا حبيبي تختفي ما تختفي مو بعندي بس مات. صح عليكم يا شيخ حبيبي يا الذيب. اول جيم خساره بأدي خلاص ما نسمع بخساره. فوز 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 جلد 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 يا حبيبي. الله اضحك 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 عليهم بعد ما فزنا عليهم. كفو عليكم يا عيال والله كفو. هذه اتوقع انه يعطيك سرعه فبيكون رقم 5 كويس. خلينا نشوف. ولا يا النطه كفو عليك والله كفو. طيب تطوير خلونا نشوف. هذه نطورها. اضغط على الزر الايسر باستمرار واحطها هنا بعدين اقول تغيير وتطبيق. شلنا الاول. اغدر فيهم اغدر فيهم يا شيخ اغدر فيهم اغدر فيهم. اي هي اغدر فيهم يا حبيبي. تعال تعال وين رايح يا حبيبي؟ شلناكم شيل حبيبي. تعال 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 انت بعد. اي شيل ثلاثه يا ابوي شيل ثلاثه يا حبيبي يا الجلد حبيبي يا الجلد. ثم المصابين الله عليه صح عليك والله قدام. اوه قدام مشكله والله. شفنا جايين. اوه والله جايين عالم. حاول مهاجمه الخط حبيبي. تعال 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 وين رايح وين رايح وين رايح؟ خلنا نهيل. وش الشيء هذا فزعلنا؟ نهيل 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 نهيل. طيب نهيل بس نهيل اخويانا. شوفوا كيف كله احمر كله احمر ما ينفع. وصل 18 19 يا ساتر. روح روح اوه والله قويين ذولي والله. افضل ما في انه يعلمك وش هذا يسوي وش هذا يسوي وش يمديك تستفيد من نقاط الاراده هذه. انهاني انهاني خلاص اخويانا. شوفوا كيف 107 107 يا ساتر. انا ايش خلاني العب ذا الجيم؟ قاعد يقول انه بندس اخر شيء انجلدنا والله. انهيك انت انهيك انت بعد انهيك انت بعد. تعالوا يا اخويانا تعالوا والله ياخذكم والله ملحقوني. دافع عنها جيد. صح 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 يا اخويانا صح. سوي بيشيل هذا. تعال تعال ما تروح ما تروح يا حبيبي ما تروح. صح يا خوينا صح شيل. تعال وين تروح وين تروح يا طيب؟ وين بتروح وين تروح قل لي بس. لا كل بجاحه يجي هنا. تعال انهيك انا انهيك. شيل ودي حوش شيل 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 بس. هذا الباقين. لا 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 بموت بموت بموت. بيموت بيموت ده بيموت 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 بس شلنا. باقي بيموتون بعد بس شلته. باقي شوي باقي شوي تطلع القاضي مره ثانيه. منيك منيك منيك. تعال تعال حبيبي تعال حبيبي تعال. انهيك انت بعد وانت بعد وانت بعد. صار هنا والله. شوفوا كيف حشرناهم والله قلبنا قلبة ال اوه. انحاش ما تنحاش يا ابوي انا موجود ما تنحاش. اي روح الحين سوي اللي تبي بس اهم شيء مستولين على المنطقة. شوفوا كيف 225 كنا صفر كنا صفر يا عيال والله شيء رهيب. عرفت كيف تستخدم خاصيات خلاص يا حبيبي. وين رايح قل لي وين رايح. والله خسارة القاضي عليه. انهيناهم انهيناهم بشكل اسطوري. شوف كيف جبنا ليفل 5 والله شيء رهيب. عرفنا اللعبة عرفنا كيف نقاتل عرفنا كيف نصد عرفنا كيف نستخدم خاصيات عرفنا كل شيء خلاص يا حبيبي خلاص. حملوا اللعبة والله حملوا اللعبة جربوا. تريد اجرة الحظ؟ اوه هذه دوامة الحظ. خلونا نشوف والله في اشياء كثيرة كل شوي تفرع لي شيء جديد. اتوقع هذه خاصيات اتوقع اللي هي مهارات وشي زي كذا. اوه فتح لي صندوق. كفو. ابغى فوق ال 40 يا عيال تكفون تكفون. ايوه توجد 41 بلاك سويتها سكيب. فهذه اللعبة اول مقطع عنها رابط تحميل في الديسكربشن. لا تنسون رابط تحميل في الديسكربشن. جربوا اللعبة والله صدق جربوا اللعبة يمكن تعجبكم ما تدرون. فمنها انك تقضي وقت ومنها انك تجرب لعبه جديده. يعني مثلا مليت من الالعاب اللي قاعد تلعبها في ستيم او اي مكان فجرب العاب ثانيه ولعبه عربيه. يعني هذا الشيء اللي يعجبك فيها بعد.
يعني كل الشرح عربي، ما تعرف انجليزي يعني عادي، شرح عربي حتى يتكلم عربي فصحى بعد، يعني مالك اي عذر ما تجرب اللعبه. فبس هذا كان عندي اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسوا اللايك، ويلا اشوفكم على خير.